وسهلا فيكم مرة تانية، وكل عام وانتم بألف خير. أصدقائي، هلأ وصلنا لبيت المبدعة والنجمة غنى الطريرة، خلينا نشوفها مع بعض. غنى، كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو اخبارك يا غنى؟ منيحه واشتقنا لك. والله انا كاكتر اشتقنا لك. غنى، شو بتحبي تحكي لجمهورك بالعيد؟ كل عام وانت بخير، وشكرا لكم على كل اشي، وكل عام وانت بالف خير. طب بتحكي لبابا وماما بالعيد ايش؟ يسلموا ايديكم يا ماما وبابا على كل اشي اللي عملتوا لي اياه بالعيد. طب لمين بتحبي توجهي تحية بمناسبة العيد؟ لماما وبابا ولاخواني ولكل يلي هلا قاعدين بشوفوني، ولولاد خالاتي ولعماتي، وإليك كمان وكل يلي شايفيني هلا على التلفزيون. شكرا لك غنى. غنى، شو بتعملي انت بالعيد اكثر اشي؟ أكتر شي مشاوير. وين يعني؟ عند خالاتي عند جدتي وهيك. طيب غنى، هلا قبل العيد بيوم اللي بيكون يوم عرفة، شو بتحبي أكتر إشي تسوي؟ هيك يعني أمرات هيك بكون جابالي أصوم أو إشي. صمت العصفورة ولا صيام كامل؟ أمرات عصفورة وأمرات كامل. ما شاء الله غنى، بأي مدرسة أنت؟ أنا مدار الشيخ الشهداء عمر المختار ضلت فيها. طيب غنى، ايش لمين يعني هلا بمناسبة العيد شو حابة تحكي لكل الناس؟ خلاص يعني كل العالم كله. يسلموا ايديكم وشكرا لكم، وهاي الباصة مني لكم. غنى، احكي لنا وين عملتي حفلات اغلب شيء؟ بالسعودية لما سافرت كتير كان في حفلات، ويعني طبعا انا اشتقت لاخواني ولماما ولبابا، كتير اشتقت لهم. غنى، شو في عندك اغنية تسمعيني؟ انا عندي اغنية جديدة، غسل وشي. غسل وشك يا قمر بالصابون وبالحجر، وينك يا قمر؟ غسل وشي. مشط شعرك يا قمر والوش طلحين انكسر، وينك يا قمر؟ مشط شعري. ما شاء الله عليك حبيبة قلبي غنى. غنى، لمين بتوجهي تحية وشو حابة تحكي لجمهورك؟ أنا حابة أشكر كل جمهوري، وبشكر مشرفات صفحتي شيماء وبيسا وتنزيل ومينو. طيب غنى، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير غنى. آخر شيء، شو بتحبي تحكي كلمة أخيرة؟ أنا بحب كل جمهوري وكل عام وأنتم بخير، وباي باي.